مرحبا بمتابعين ومتابعات موقع هي. اليوم احنا متواجدين بمنزل إعلامية سهير القيسي وحابين نرحب فيها بموقع هي. مرحبا بيش سهير. شكرا زينة، نورتوني واسعدتوني بوجودكم. على فكرة انتوا اول مجلة استضيفها ببيتي الجديد، وكلش سعيدة بوجود زينة اليوم. مبروك اول شيء البيت الجديد، ما شاء الله البيت كلش حلو. وخبرينا شوي على ديكورات البيت، هل تعكس شخصيتك؟ اكيد، بعد هو بعد في كثير اشياء بعد ما خلصانا، اللوحات وصورتي بعد ما خلصانا وبعض الاشياء، بس ايفن ذو تقدرين تشوفين انه حبيت اني الكولرز الالوان، بس حبيت استخدمها بنعومه. يعني حبيت انه يتواجد البينك الوردي، وحبيت السمائي يتواجد لكن بطريقه ناعمه وبلندد، يعني مدموجه مع بعض. فاستخدمت وياهم الاوف وايت، الشامبين كولر، احيانا الفضي. اكيد يعكس شخصيتي، لان اني بداخلي احب الحياه واحب اعيش اللحظه واحب الالوان. حاليا هذا الستايل عجبني، يمكن بعدين اغير، بس يعكس شخصيتي بكل تاكيد.